عدد من الأطراف في العراق قلقين من تكرار السيناريو الأفغاني. أمن العراق هو أمن المنطقة، وأمن العراق هو أمننا. داعش لسبب ما صعد من عملياته بشكل كبير. لا زال هناك التطرف، لا زال هناك قلق أمني للعراق. كيف وجدتم دور العراق في هذه القمة؟ العراق مهم في موقع مهم في هذه المنطقة. لن تنجح قضية تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية. إيران تنوي توفير قدرات الصاروخية لآخرين من ضمنها جهات غير لا تخضع للدولة. تعتقد بأنه لا بد من تأجيل هذه الانتخابات؟ مهم أن يكون إعادة لثقة الشعب العراقي بأن الانتخابات مهمة. ألا تعتقد بأن الميليشيات ستستغل ما جرى في أفغانستان؟ هناك مجموعة تسمي نفسها ما يسمى بالمقاومة، ماذا يقاومون؟